مشاهدين مسي عليكم بالخير ونرحب فيكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأسبوعي العين الساهرة، وحلقتنا لهذا الأسبوع راح نسلط الضوء فيه على إدارة الرعاية اللاحقة التابعة للمؤسسات الإصلاحية وقطاع المؤسسات الإصلاحية. راح نتعرف على دور هذه الإدارة، يعني نحاول إحنا في حلقاتنا وخلال برنامجنا في كل أسبوع نسلط على إدارة من إدارات وزارة الداخلية، نتعرف على الجهود اللي تبذلها إخوانكم وأبنائكم من رجال الأمن، ونتعرف على دور الرعاية اللاحقة للمساجين. دائما إحنا نهتم في أو تأهيل المساجين من خلال المؤسسات الإصلاحية خلال فترة السجن، وكذلك الرعاية اللاحقة اللي تكون بعد انخراطهم أو يكونون موجودين كأعضاء صالحين في المجتمع. تابعوا معنا هذه الحلقة. إدارة الرعاية اللاحقة مهتمة بمتابعة المفرج عنهم إفراج مشروط أو عفو أميري أو عفو صحي، أي نزيل يخفض مدة محكوميته داخل السجن بعد الإفراج عنه يتمم باقي المحكومية المخفضة في إدارة الرعاية اللاحقة. أنشئت الإدارة سنة 2001، كانت قسم تتبع إدارة السجن المركزي، ومن ثم 2008 من قسم إلى إدارة. من 2001 إلى 2012 مهتمين في قضايا المخدرات فقط، أما في سنة 2012 إلى الآن مهتم في المخدرات والقضايا الأخرى. أقسام الإدارة عندنا طبعا 4 أقسام: قسم التنسيق والمتابعة، قسم إدارة السجن المركزي لمتابعة قضايا المخدرات، إدارة قسم الرعاية اللاحقة للسجن العمومي، الشؤون الإدارية اللي هو تابع الأمور الإدارية في الإدارة. دور الباحث النفسي والاجتماعي متابعة الحالة منذ الإفراج إلى أن يتم انتهاء فترة المحكومية المخفضة لهذا النزيل. أول ما يطلع طبعا النزيل من السجن يحال إلينا من قبل إدارة التنفيذ إلى الرعاية اللاحقة، نستلم هذه الحالة، يشوف الشروط في إدارة الرعاية اللاحقة، عندنا بنود المفروض أن يتبعها له حسن السير والسلوك. ومن ثم في قضايا المخدرات طبعا ينقسمون قسمين عندنا: قضايا المخدرات وقضايا الأخرى. القضايا المخدرات لنا طريقة في التعامل معها، مثلا يراجع عندنا في فترات متقاربة في بداية الأمر، نقوم في إجراء التحليل الدورية لهذا النزيل في فترات متقاربة مبدئيا للتأكد من خلو هذا النزيل من المواد المخدرة، ومن ثم تمتد الفترة إلى مرة مثلا بالشهر، ولكن يتخللها عشوائي، يتصلون في أي وقت يقولوا له تعال، يأخذوا من عينة اللي هي عينة اليوريا، التحليل الفوري عندنا إلى 10 مواد. في حالة أنه بيّن معنا أي شيء، أي مادة مخدرة، يتم إحالة هذه العينة إلى الأدلة الجنائية وأخذ فيها كتاب رسمي معتمد، ومن ثم نكتب كتاب إلى النيابة. طبعا النيابة هي اللي راح تقرر أول وتالي في أن يستمر معانا في الرعاية اللاحقة أو لا. طبعا إصلاحيا نحاول كثر ما نقدر أن الشخص هذا ندمجه مع المجتمع، ممكن نعطيه فرصة، ممكن نعطيه فرصتين، ممكن طبعا هذا كله بإشراف تام من النيابة. آخر خطوة عندنا اللي هي نحوله إلى مستشفى طب الإدمان، في حالة أن ارتكب أي جريمة خلال فترة المحكومية المتبقية عندنا في إدارة الرعاية اللاحقة يتم إخطار النيابة بهذه الجريمة، وعليها أن تقرر طبعا النيابة إذا كان طبعا لهم طريقة في أن يعاد أو لا يعاد. الحضور عندنا بالنسبة للقضايا الأخرى مو مثل الحضور في القضايا المخدرات، نعطيهم طبعا جداول طبعا على اساس بس ترتيب العمليه في الاداره، اساس ما يكون في اكتظاظ، ولا احنا مبدئيا نبدي معاه اسبوعيا الى ان نمتد مثلا مره بالشهر. في عندنا بعض القضايا مثلا قضايا الاخرى قد تاتي من الاسره شكوى اسريه ان ممكن يكون يتعاطى الشخص، قد يضم الى المخدرات في حاله ان تبين معانا، لان هذا كله تبع تحت بند حسن السير والسلوك. عندنا طبعا احنا بما ان مجتمعنا شويه محافظ، عندنا طبعا من الباحثات الاجتماعيات والنفسيات عندنا في الاداره ممكن يتدخلون مع الاسره ومعرفه حاله هذا الشخص خارج السجن. الزيارات الميدانيه حاليا مقتصره على الناس اللي لا تستطيع الحضور، مثلا عندنا اللي هو الافراج الصحي، وعندنا بعض الحالات اللي هم كبار السن اللي راجعون باداره الرعايه اللاحقه اللي صعب عليهم الوصول الى ادارتنا وعليهم فترة محكومية متبقية، نضعهم تحت الزيارات الميدانية. احنا بوزارة الداخلية احنا جهة تنفيذية، ننفذ أوامر النيابة،
أول وتالي وإشراف كامل من النيابة، فارتباطنا معها حيل وثيق يعني ما هو، وعلى طول يعني في أي شيء يستجد في هذه الحالة طبعا النيابة عندها علم في الحالة نفسها. طبعا نزيل في إدارة التابع لإدارة الرعاية اللاحقة ملزم في متابعة إدارتنا، لأن هذه فرصة مقدمة من سيد صاحب السمو أمير البلاد على طبق من ذهب لهذه الفئة. يعني تخيل أن واحد مثلا محكوم 10 سنوات ولا 5 سنوات ويقول تقضي باقي محكوميتك ولنفترض نص المدة ربع المدة خارج السجن، فملزم هذا الشخص متابعة إدارة الرعاية اللاحقة. طبعا لما نتكلم عن متابعته لنا نضع عليه قيد منع السفر أولا أول ما يطلع، طبعا كل القضايا نضع عليه قيد إلقاء القبض، إلغاء القبض في حالة أنه لم يلتزم في مع متابعة إدارة الرعاية اللاحقة. بالنسبة للسفر ما في قيود معينة، مثلا السفر ممكن يقدم في حالة التزام الشخص معنا يمكن يقدم السفر لسفرة واحدة، قد تكون مثلا للسياحة، ولكن قضايا المخدرات شوي في عندنا قيود عليها لأن فترات متقاربة في التحليل، فما يكون خارج البلاد أكثر من مثلا أسبوع أو 5 أيام لأداء مثلا مناسك العمرة أو أي رحلة مثلا بسيطة للسياحة. في عندنا بعضهم تكون رفع منع سفر نهائي، مثلا عندنا موظفين يشتغلون في وزارات طبيعة عملهم تستدعي أن يكونوا خارج مثلا الكويت في متابعة، لكن قضايا المخدرات شوي فيها قيود أكثر. طبعا إدارة الرعاية اللاحقة في معها طبعا عدة جهات مشاركة اللي هي هيئة شباب الرياضة، وزارة الصحة، وزارة الأوقاف، جمعية بشائر الخير. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم بصرف رواتب لقضايا المخدرات بشهادة تزكية من إدارة الرعاية اللاحقة، أما القضايا الأخرى أمرهم طبيعي مع الوزارة. عندنا وزارة الصحة المتمثلة في مركز علاج الإدمان والمتمثلة في دكتور عادل الزايد، نأخذ الحالات اللي أخذت أكثر من فرصة بإدارة الرعاية اللاحقة في معالجتها من الإدمان اللي بيّن أن تكرار التعاطي والانتكاسة. عندنا هيئة شباب الرياضة تقدم الملاعب، طبعا بكتب منا ومراسلات تقدم لنا ملاعب نأخذهم في رحلات مرات. عندنا طبعا وزارة الأوقاف وبشائر الخير إقامة البرامج التوعوية الدينية، الرحلات الحج والعمرة. طبعا بالبداية قسم الرعاية اللاحقة للسجن المركزي المختص في قضايا المخدرات يهتم بالمفرج عنهم للعفو الأميري والعفو الشرطي والعفو الصحي المختصين في قضايا المخدرات. طبعا القسم كبداية يضم نخبة من الباحثين النفسيين والاجتماعيين المتخصصين في مجال المخدرات. في بداية الأمر عند خروج المفرج عنهم قضايا المخدرات الباحث يبدأ يفتح له ملف ويأخذ منه البيانات الشخصية ويطلب منه كفيل للتواصل معه في حال أنه تغيب أو أنه في حال احتاج حضور المفرج عنه. مشكلة قضايا المخدرات هي مشكلة يعني مشكلة مجتمع، وممكن أنا أعتبرها هي أساس جميع المشاكل، لأن من يعني الواحد أي شخص ممكن يتعاطى ممكن إنه راح يرتكب جميع باقي القضايا، لأن التعاطي إنه محتاج إنه مثلاً يسرق عشان يحصل الفلوس، ممكن إنه يعتدي على ناس أو على أهله بس عشان إنه يحصل شوية مخدرات أو إنه فلوس مثلاً يعني. فهي الأساس تكون يعني والمشاجرات طبعا إيه، لأن طبعا أكيد إنسان متعاطي راح يسوي أي شيء من غير ما هو يحس، ممكن يتشاجر مع ربعه، يتشاجر مع أهله، ممكن يسوي كل شيء يعني. مثل ما قلت لك إحنا كقسم يضم نخبة من الباحثين كنفسيين واجتماعيين، ومثل ما قلت لك إذا نفسيين واجتماعيين
فعلاقتنا مو بس داخل الإدارة، احنا علاقتنا هم نفس الشيء خارج الإدارة مع الأهل، نتعاون وياهم كحضورهم عندنا بالإدارة، كتواصلنا معاهم. فممكن أتكلم أنا كنسبة نجاح علاج المدمنين، أنا ما أقول لك ماكو شيء 100%، ولكن إحنا يعني إحنا لو نقول 10% نجاح هذا شيء ممتاز بالنسبة لنا كإدارة. يعني طبعا الباحث النفسي هو دوره داخل الإدارة، يقعد مع المفرج عنه يتابع حالته. طبعا حضور المفرج عنهم عندنا حضور دوري، يحط للباحث جدول وانه يتبعه المفرج عنه. فطبعا كل حضور حق المفرج عنه يقعد معه ويشوف حالته، انه هل مثلا ابتعد عن المخدرات، علاقته مع ربعه ومنو ربعه مثلا اذا امكن يعرف، علاقته مع اهله. الباحث الاجتماعي يتابع مع اهله خارج الاداره، يتصل عليهم مثلا، يتابع اذا كان مثلا متزوج شنو علاقته بالعلاقه الاسريه مع مرته ومع عياله، هل يقعد بالبيت، هل هو مثلا كثير الخروج من البيت مثلا، او انه هو دائما قاعد بالبيت، علاقته مع امه وابوه مع اخوانه. ما عندنا يعني كمراقبه، لكن الاسره يعني هي جسر التواصل بينه وبين المفرج عنه. فانا ما اتوقع انه ممكن يعني يدلون يعني معلومات ممكن تكون خاطئه، يعني شنو يحتاجون، بالعكس هم يبون يصلحونه. يعني هو ساكن معاهم بالبيت، اذا الشخص هذا ان كان زوج او ان كان اخو او كان اب اذا ما اصلح فان الاسره كلها راح تندمر. يعني فهم وغايتهم ان ينصلح هذا الشخص. يعني يوصل او شيء ممكن اتصال هاتفي، ممكن هم يراجعونه. طبعا المعلومات الاسريه باداره الرعايه اللاحقه جدا سريه، ما حد يطلع عليها. بامكان اقول انه يعني ما بين الباحث ورئيس القسم والمدير، ما حد يطلع عليها نهائيا. فحتى حضورهم كاسره لاداره الرعايه اللاحقه تكاد تكون سريه، يعني ما حد يدري، حتى المفرج عنه ما راح يدري انهم حضروا، ولا انه مثلا انه والله قالوا عنه، او انه ان كان تكلموا عنه بالزين او بالشين. يعني فكلها معلومات سريه. يعني من مبادئ اداره الرعايه اللاحقه توفير السريه التامه عن المفرج عنه وعن اهله. اداره الرعايه اللاحقه دائما توفر للباحثين دورات تساعدهم على تطوير عملهم وتطوير في طريقة التعامل مع المفرج عنه. وحتى الباحثين الجدد ما نخليهم مثلا على طول يدشون بالمجال نفسه، ولكن نبعثهم على دورات حتى يكونون يعني يفهمون طريقة التعامل مع المدمنين، خاصة أن التعامل مع المدمن يعني مو كالتعامل مع أي شخص عادي، لكن محتاج أنه يكون في مجال إدمان نفسه. يعني طبعا شهادة التزكية هذه شهادة تقدم للمفرج عنه لصرف الإعانة من قبل وزارة الشؤون، والشهادة هذه لا تقدم إلا الأشخاص المفرج عنهم المتميزين. وإذا نتكلم عن الأشخاص المتميزين، هم الأشخاص اللي ملتزمين في شروط الرعاية اللاحقة، إدارة الرعاية اللاحقة، اللي هي مثلا التزام بحسن السير والسلوك، التزام بالحضور، الالتزام بعدم الإخلال بالشروط، مثلا عدم دخول قضية أخرى أو مثلا تعاطي مواد مخدرة. تحسب المدد القانونية للمفرج عنهم إذا طلعوا من السجن، نتابع وياهم من خلال مكوثهم قبل الحكم النهائي وبعد الحكم النهائي، تنحسب المدد، لأن تكون في مدة قبل الحب قبل الحكم النهائي مع مدة السجن تحسب وتنكتب عندنا بالملف، وإذا انتهت يعني على حسب المدة المتبقية له. إحنا من خلال الشعبة اللي موجودة بإدارة الرعاية اللاحقة ومن خلال مدير الإدارة نتابع قضاياهم ونحاول كثر ما نستطيع نحلها ونوجههم على الحلول القانونية الصحيحة والابتعاد عن يعني ترك المشاكل لوحدها.
علاقتنا مع النيابة العامة تكون علاقة مباشرة من خلال المؤسسة الإصلاحية، يعني على سبيل المثال من خلال رفع منع السفر، من خلال انتهاء المدة تكون المخاطبة بين إدارتنا وعن طريق المؤسسة الإصلاحية إلى النائب العام حتى تنتهي المحكومية عليهم أو رفع إلغاء قبض أو رفع المنع السفر، كل هذا من خلال النيابة عن طريق إدارة الرعاية اللاحقة. طبعا العفو الأميري من قانون الجزاء مادة 87 و 88 من قانون الجزاء، إذا ساءت حالته أو ارتكب أي مخالفة أو جريمة يعود إلى السجن. طبعا هذه يعني افترض أنها تكون فرصة له أن الإنسان خلاص يعني أنه ما يعيد التكرار، فهي المادة هذه مشروطة إذا ساءت حالته وارتكب أي جريمة يعود للسجن وكأن لم يكن يعني من خلال إفراجه. النصيحة أتمنى أنه يعني ما حد يقبل على العمل الإجرامي، وإذا قدر الله واحد انسجن وتمتع بالعفو الأميري هذا يفترض أنه يكون يعني على قد المسؤولية وحسن سير سلوك، وأنه يستفيد من خلال العفو الأميري بأنه ما يرتكب أي جرم ولا يعني يعاود أي يعني مخالفة اللي تغرها بإدارة الرعاية اللاحقة، أساس إذا الله شاء وراد أنه تنتهي مدته وما يعاود للسجن، لأن في كثير من الأشخاص يعني إذا ارتكبوا الجرم أو أي مخالفة لقواعد العفو الأميري من قانون الجزاء مادة 87-88 يعودون، فهي تكون فرصة له يا أنه يعني ينتظم ويرد سليم طبيعي حق المجتمع، أو أنه يعني يعاود ثاني مرة إذا كان ما في مجال للإصلاح. احنا عطل المفرج عنهم يحولونهم لنا، نستقبلهم نفتح لهم ملفات عندنا، وطبعا لازم يكون عندهم كفيل، عرفت شلون، فنسجل لهم اجراءاتنا القانونيه كامله، نسوي لهم منع سفر، عرفت شلون، اجراءات قانونيه، ويتابع عندنا شهريا، يكون متابع عندنا شهريا، ونحاول نساعده اجتماعيا، ندز له كتاب للشؤون بحيث انه ياخذ معونه شهريه، خاصه يعني قضاياهم المده الطويله، المده القصيره فيقدر يرجع وظيفته، خاصه اذا كانت عنده قضيه واحده يقدر يرجع وظيفته، اما المده الطويله ياخذون معونه شهريه. نفتح له ملف، يكون عنده ملف مرقم عندنا، لما تخلص مدته الجزائيه. طبعا احنا نستقبل المفرج عنهم اللي هو تحت العفو الاميري، او المفرج عنهم من قرار السيد النائب العام اللي هو الشرطي، ونتابع حالاتهم. طبعا نتابعهم احنا اندماجه، نحاول نخليه اندماجه بالمجتمع، ارجاع الوظيفه اذا كان مثل ما قلت القضيه واحده وتكون مدتها قصيره يرجع وظيفته، ما عنده اي مشكله. بعد ما يلتزم معانا اقل شيء لمده شهر شهر ونص، يرفع كسفره اذا كان عنده سفره اضطراريه، يكتب لنا كتاب واحنا نخاطب النيابه فيه، والنيابه تشوف خطابنا ويرد موافقه او عدم موافقه، اذا وافقنا يسافر سفره واحده ويرجع. اما نهائي لما تنتهي مده العقوبه كامله نرفع عنه جميع الامور، وتنتهي اموره عندنا خلاص. هو لازم يكون عندنا يجينا يحضر شهريا، عرفت شلون؟ فنتابعه سلوكيا، لا تصير عليه قضايا اخرى، نشوفه مع يكون مع الاسره علاقته ممتازه ولا، وكانها اي مراجع عندنا نقعد معاه نحاول نشوف اموره، ها شلونك مع الامور، شلونك مع الدوام، او شلونك مع المعون، شلونك مع الاسره، هذه متابعاتنا يعني، لان اللي يكون عندنا احنا قضايا اخرى غير قضايا المخدرات، احنا انا تابع لي القضايا الاخرى اللي هي جميع القضايا غير اللي تخص المخدرات. المساعدات هو يجينا نعطيه شهاده تزكيه يقدمها للشؤون ان ملتزم عندنا واموره ممتازه، فنعطيك كتاب تزكيه ان الرجل ملتزم لدينا وهذا، فيروح للشؤون
يقدم كتاب للشؤون يعطونا معونة شهرية، وإحنا نحاول نساعد إخواننا جميعا سواء اللي كانوا بالمخدرات سواء المخدرات أو قضايا الأخرى. إحنا عون لهم، دائما نكون عون لهم. إحنا ما ودنا أول شيء يكون في قضايا للإخوان، يعني يديرون بالهم في بعض الأمور، بعض القضايا تكون بسيطة يعني يرتكبونها، من ممكن يكون بعضهم جهل بالقانون في بعض الأمور اللي تحصل هذا. إحنا نقول ديروا بالكم ونوعي الناس عن القوانين، القوانين اللي حاصلة يعني في بعض الأمور بسيطة ويرتكب فيها جرم 6 شهور 7 شهور سنة هو في غنى عنها. طبعا البرنامج بعد الافراج عنهم مثلا هم مكملين، لو مثلا نقول حكم 10 سنين يقضي 7 سنين بالسجن وبعد الافراج عنه يكمل 3 سنين عندنا. 3 سنين هذه يكون يراجع عندنا دوريا اسبوعيا، بعدين يخفف عنه يصير اسبوعين، بعدين مده شهر. في بعضهم ما يلتزمون في اجراءات، قبل ما نتخذ اجراءات يعني تكون ضدهم نكلمهم شفويا، اتصل عليهم شفويا نحذرهم، نكلم الكفيل في كل مفرج عنا عنده كفيل، نتواصل معاه نستفسر عن سبب عدم حضوره لمتابعة البرنامج، وإذا ما في حال ما تجاوب معانا وحضر وكمل العلاج البرنامج العلاجي في إجراءات ضبط وإحضار خلال شهر. إذا ما حضر بعد 30 يوم يصير عليه إلقاء قبض وضبط إحضار، بعدين هم يبون يعني طريقتهم لنا ويصير عليه مشاكل. وطبعا في الإجراء الثاني اللي هو الكتاب إعادة في حال جد يعني ما التزم معانا من يسمونه انقطاع أو متغيب، وكان في عنده مثلا شكوى أسرية أو ما كان حسن سير سلوك وعليه تحاليل ضده، يسوي له كتاب إعادة ويرجع يكمل باقي فترة حكمه بالسجن. في المادة قانون 88 من القانون الجزائي إذا ساءت سيرة المفرج عنه ولم يحضر يرجع حق السجن يكمل مدة حكمه مرة ثانية بالسجن. في فحوصات المفرج عنهم، فحوصات أسبوعية يسوونها عندنا، وفي بعد تحويل الأدلة الجنائية في حال إنه كان في شك في تحليله يتحول حق الأدلة الجنائية عشان في تحليل الدم يكون أثبت، وبشكل أسبوعي وبعدين يصير بشكل شهري. طبعا الحالات لما يجون بعد فتره من وضعهم داخل السجن، اكيد واحد لما يطلع شوي متوترين او في حالات اكثر مكتئبين، ان شلون يندمجون بالمجتمع، ان يقولون كل من رافضني كشغل اكيد راح يصير في مشاكل عندهم. فاحنا نحاول شوي يعني اول شيء اول نقطه نسمع لهم مشاكلهم، نحاول نعطيهم نصايح ان الواحد شلون يقدر يغير من نفسه. يعني طبعا اغلبهم يقولون سبب التعاطي للأهل، ما كان في دور الأهل. وإحنا نقول لهم إن الواحد ممكن هو يربي نفسه، يعني في عمر من بعد 18 سنة لا تقط شماعة أخطائك دائما على الأهل، أنت مسؤول إن أنت تربي نفسك، أنت تدور الطرق الثانية. أول شيء الواحد يثقف نفسه يطلع، وأول نقطة طبعا أنصحهم إنهم يقطعون علاقتهم من أصدقائهم أو الأصحاب، يعني أكيد بلوك يسمونه هذا بلوك، ويحاول يعني طبعا احنا هم نقدمهم مساعده ثانيه اكيد من في دكتور نفسي في علاج ادمان وديهم، بس الواحد اكيد يعني يبين يطور من نفسه بنفسه، مثلا يشغل وقته اكيد جانب الصحي ندخل بالجانب الديني يشغل نفسه. دائما اقول لهم نفسك اللي لم تشغلها بالخير شغلتك بالسوء، يشغل نفسه ويبعد عن أصحابه. أكيد الحوار الكامل اللي يكون فيه سماع وفي استماع من الصغر، يعني هو هذا الشيء ما تداركه من الصغر، الشخص من عمر الطفولة إذا كان في إهمال أو كان في عنف أو كان في يعني جميع أنواع الأشياء السلبية يصير على الطفل راح تأثر عليه، وهذا اللي حاصل لهم الأغلب، يعني إن بعد العمر المراهقة يدخلون في هذه المشاكل وهذه المتاهات لأن ما كان عندهم الشخصية والإرادة ولا كان عندهم قيم مزروعة من الطفولة أو مبادئ. يعني الواحد مثل النبتة تزرعها بداية العمر على أساس بعدين تشوف نتائجها، هم يعني الأهل حطوا البذرة بس ما سقوها.
فراح تموت البذرة أكيد. يعني هي نصيحة دائما أنا أقولها حق العائلة المفرج عنهم يعني كعائلة، وأقولها حق كل الحالات والأسر يعني برا المكان هذا، إن الطفل لازم نحتويه من الصغر، يعني من مثل ما قلت حضرتك الحوار أو الاستماع له، أو فقط التواجد معهم بحب، وإن إحنا نعيش معهم ونعطيهم كل الحب. يعني هذا أهم شيء في إن الواحد يكتسب مثل الطفل، مثل الإسفنجة تمتص القيم، تمتص العادات، نزرع فيهم المبادئ ونعطيهم أهداف بحياتهم، ونكون متواجدين. يعني ما أطلب من الأم والأب غيرك متواجدين، خاصة الأم يعني تواجد معهم على أساس أن تقويهم الشخصية. إحنا نبي شنو؟ أن الطفل يكون قوي الشخصية. لو كان قوي الشخصية بالمستقبل راح يقول لا حق أي أحد يتقرب منه، أو أنه يقول تعال نروح مني أو يعطي شغلة، فهو يقول لا. يعني كلمة شلون ربي الطفل أنه هو يقول لا حق المستقبل وحق الأشخاص السيئين، نعلمه الصح من الغلط من البداية، من عمر 0 إلى 7 سنين. هذه أهم عمر أن الطفل يتشرف فيها كل القيم ومبادئ، يقدر يواجه فيها بعدين المجتمع، خاصة فترة المراهقة اللي هي أصعب مراهقة، أصعب فترة اللي هي تبلش فيها المشاكل، يعني من الصغر عشان نتجنب ما أصير مشاكل وقت المراهقة وبعد المراهقة أكيد. دوري كباحثة اجتماعية استقبل حالات المفرج عنهم العفو الأميري من السجن، ونتابعهم خلال فترة الحكم. عند خروج المفرج عنه من السجن بالعفو الأميري هي عندنا هنا إدارة الرعاية اللاحقة، أول ما نسوي نفتح ملف وناخذ بيانات عنه، بعدين نقوم مقابلة أسرته عشان نعرف الوضع الاجتماعي الاقتصادي. احنا قسم المخدرات سجن مركزي، اي دوري اسبوعي اذا نسوي له تحليل، اذا ما اخذ شيء مثل الشابو كيميكال شيء يبين عندنا بالتحليل، نكثف الحضور عليه، نخليه بالاسبوع مرتين، صار عنده تحليل الاول، صار عنده تحليل ثاني، على طول اعاده نسوي له. الفتره الحكم اللي هو يقضيها عندنا نرد مره ثانيه يدخل فيها السجن، يعني عشان يتأقلم مع المجتمع. احنا نقول له 1 2 3، يعني هذا امورك، يعني راح تواجه وايد بالحياه، لانه هو عاش فتره طويله بالسجن، في بعضهم 15 سنة، في بعضهم 12 سنة، لما يطلع ينصدم من المجتمع. أعزائي المشاهدين، شفنا مع بعض الحلقة اليوم اللي هي خاصة في إدارة الرعاية اللاحقة، وتعرفنا على المجهود اللي يقومون فيه إخوانكم وأبنائكم ورجال الأمن خاصة في إدارة الرعاية اللاحقة، من خلال متابعة بعد ما ينفذون حكم المساجين، وشلون يقدرون يتابعونهم ورعايتهم لإنخراطهم أعضاء صالحين في المجتمع. نشكركم لحسن متابعتكم، ونتمنى نكون وصلنا الرسالة الأمنية من خلال هذه الحلقة. نلتقي معاكم في الأسبوع القادم، لكم مني أجمل تحية ومع السلامة.